كده؟ النهارده باذن الله هنتكلم عن النيجيريا. احنا خلصنا الكريم بوكس سكر. ايه الكريم بوكس السكر اللي احنا خدناها؟ كانت سكر. فانا النهارده هنكمل هناخد الجرام نيجاتيف سكر. اصغر حاجه ليها عيلة النيجيريا. النيجيريا فيها 2 اورجانيزم مهمين قوي. نيجيريا سكيدس دي بتعمل لي جونورايتس، ونيجيريا جونوريا بتعمل جونوريا. جونوريا اللي هو السيدات، ونزايت اللي هو الانسجام السحائي. منزايتس بمنشيريا من ديزيدس ده التهاب سحائي بكتيري، يعني بقول لك نفس البكتيريا كول اوف منزايتس هتقول لي منشيريا من ديزيدس. زي ما انتم شايفين احنا اول حاجه بنتكلم عنها الشكل بتاعها زي ما انتم شايفين ان هي حد يقول لي طب يوصفها لي كده؟ لو جينا نتكلم عن السهل تقول ان هي ايه؟ جرام نيجاتيف كوكار. ايه رايك في الارينج بتاعتها؟ فيل ارينج فيل فعلا جرام خلاص؟ وهي النيجيريا في فاكرين لما خدنا الفايل في المحاضره بتاعت المايكرو وان في الزيرو انسبكشن كانت الفايل دي اوريجن اوف ايه؟ الفايل كانت اوريجن اوف ايه؟ ارجن ازيرو ازيرو. فهي الحاجه اللي بتبدا بيها على الفرق الثاني. في المنتيريا الاهم زي ما بنسافر بيها الفايلنج والسترينج اللي ملهاش فايلنج دي نمبر في الجنب. فيعني قد كده الفايلنج مهم جدا في الانسنس اوف ديزيز في حاله المنتيريا عندك. السترينج اللي ما هياش عندها فايلنج نمبر في الجنب ممكن تلاقيها في الشو. فانا عندي يا اما تبقى اوف الجنب او نمبر فيزينك باثر بمعنى فلورا وحديد وكان ايه شكلها؟ شكلها طب ده شكلها ده كويس شويه لمين؟ احنا خدنا مين اتنينات؟ مين وكاي. طب ايه الفرق بينها وبينها؟ ما تكون ما كانتش بتعمل طب كاي كده تبص تلاقي الاحكام كلها التاني كان جرام باثر كان جرام باثر وكاي كان ليها كان ليها كسكوب زي ما هنقول هنا ها؟ نيمو سكر اما هنا وكان ليها نيمو سكر كان ليها كسكوب وهنا بقى حاجه ايه كان كاركترستك قوي انترا سيلولر اند اكسترا سيلولر. اول مره نتكلم عن بكتيريا انترا سيلولر. معظم البكتيريا اللي احنا عارفين اكسترا سيلولر فدي بس دي في اكسبشن ودي من البكتيريا اللي ممكن الاقيها انترا سيلولر. زي ما انتم شايفين اللي فوق دي البكتيريا الكالتشر ولا الباستر؟ الكالتشر خلاص وده شكلها برضه وايه هنا فالكومنتال نيجيريا اقدر ازرعها الكومنتال هي نمبر فيزينيك نيجيريا اقدر ازرعها على اي ميديا على نيوترنت اجار على بلاد اجار على اي حاجه لكن الحقيقه الباثوجينيك نيجيريا دي لا ما لازم فاستيديس كده وفي ميديا معينه اسمها موديفايد تايب مارتن وهي دي اللي بتزرع عليها حتى الباثوجينيك نيجيريا ممكن تبقى موجودة في 15 ل 30% من البوبيوليشن من 10 ل 15% من البوبيوليشن احنا قلنا الكلام ده عن مين؟ ها؟ قلنا الكلام ده عن مين؟ فالشقة في الموضوع جنب البنت هو المحبات.
البطاطس النيجيريا ايه مشكلتها بقى؟ ان في حوالي 10-15% من الناس كاري البطاطس اورجانيزم في النيل بتاعي ورا كده، ودي مشكلة لأن هو مش باين عليه. إيه المشكلة؟ وده فيها ما إحنا قلنا الراجل ده اسمه إيه؟ ديفرنجيا كاريا. ليه ديفرنجيا كاريا؟ مش باين عليه أي مشكلة. وهيلثي جدا. مرة أنا حضرت الإنديفيديوال بس هو مشكلة إن هو إيه؟ بيلمس العرض. مش بيشتغل على المشكلة في الـ ديفرنجيا ده أو في الـ كاريا بتاعي الكيريا بتاع كاريا ده اللي هو بيتكلم بنظام برضه من الحاجات اللي ايه مهمه قوي. ولو انا جبت السلايد ده بس دي عليها ايه؟ من كده؟ نيجي ايه الاي دي؟ تعالوا نربط مع بعض ونصلح الامر. انا مستوى ماي تو تو انا مش عايز حد يقول لي لا جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. انا عايز اجيب لها كريتيريا انفاست او كريتيريا انفاست. والباك جرام كريتيريا او كريتيريا انفاست. خلاص؟ زي ما انت شايف احنا ما عندناش حاجه تسمح حد خالص. يعني في عندي سلايد ثلاث سلايد ثانيه. هي دي سلايد جرام نيجاتيف فود كار في باك جراوند بار خلاص بسيطه كده خالص. ده جرام نيجاتيف جرام او كاتب فول مارك دي انا بجيبها بحسب ان هي نيجاتيف بس انا عندي غالبا الاثنين في الابديت. ده شكلها بالجرام 2 وبزرعها على ميديا سبيشال ليها لانها بتحتاج ريكوايرمنت ثانيه انه ينفعش فيها الماركت. اول ريكوايرمنت زي ما تعملوا بقى في الايه؟ في الحته بتاعت العملي وبتحتاج سبيشال كونسنتريشن كويس بتاخد 10% من الكربون دايوكسيد بحطها في كربون دايوكسيد انكليت. برضه من اي اورجانيزم انا قلت لك لازم تبقى عارف الاي دي بتاعه وتبقى عارف كمان الزرية والسكر بتاعه. تقريبا قريبه برضه من جيري الاستاكتور معاه بتاعه الليمونيا. فهلاقي عندها اندوتوكسين. اندوتوكسين ليه؟ عشان مش فاهم ليه اندوتوكسين؟ عشان الجرام وول بتاعها ايه؟ الوول بتاعها جرام نيجاتيف. بس بولي سيترايد فهي عندها ممكن تعمل ايه؟ توك توك ليه؟ لانها عندها اندوتوكسين. فيري امبورتنت فيري عندها كبسول. عندها كبسول وده زي ما احنا عارفين الكبسول ده كبسول عندها انت كل حاجه تقول لي بيعمل ايه؟ تمام؟ كلمه ونص كمل نص الطفل هذا اللي احنا حاطه كل حاجه عليها منها يعني الكبسول عليها منها وبتعمل ايه؟ عليها منها مثلا الاي دي اي بروتيز. الاي دي اي بروتيز بيعمل ايه؟ بيكسر الاي دي اي. طب هو ده الاي دي اي بروتيز؟ طبعا مهم جدا موجود وسط الجلوكوزا في الانفرادات الجلوكوزا حتى منزلي بروري موجود في الجلوكوزا في الجلوكوزا. فلما هو يكسر الاي دي اي عندها حاجه بتكسر الاي دي اي ده فيري امبورتنت فيري مانيفستم. في عندها كمان ability to acquire iron from the food. ففي ميكانيزم مانيفستم برضه من الايرن ده مهم جدا فهي بتقدر تاخد الايرن من الهوست بتاعها. تعالوا نتكلم عن الجونوريه او الجديد. الجونوريه لو انا بس اقدم سيكشوال كونسبت ديزيز هو ايه؟ السيكشوال. اقدم سيكشوال كونسبت ديزيز في العرب اللي هو الجونوريه او السيكشوال والزهد. وعلى فكره لسه موجود ويعرف ان المستشفى بتاعها طبعا مفهوم في فتره جديده او في فتره في الدنيا عندنا الجنوبية بتبقى مستقبل موجود في أكبر مستشفى لكل الحالات الجنوبية والكندية. هناك هتلاقي ناس بتوع الجنوبية هناك الواحد يتصور إن ما حدش عنده لا في كيس موجود يعني الأورجانيزم ده على فكرة من حاجة هو
الحاجات الزراعة بتاعت المسلم قضى عليهم وقتها، بس طبعا دايما في ايه مبدأ؟ مبدأ كومبيت اديوكيشن. فلما الزراعة المسلم كان من أكثر الحاجات اللي عمل عليها كنترول هو الكتلة المقصودة بالدين في الجمهورية والكتلة، بس بعد كده الجنود بدأت تطلع تستمر الكتلة وبدأ الكتلة تطلع تطلع وتتعالج بحاجة أكبر من المسلم. وأي حد عن الجمهورية أبدأ أشوف كل الكمبيوتر الكمبيوتر الجديد الفيرال والماتيريال وأي حاجة ممكن وأعمل لها تسع بالك الكمبيوتر. الحالة بتاعت الجمهورية دايما بتيجي إزاي؟ إزاي؟ بتيجي شاب صغيرة كيميائي أو راجل يعني كده عجوز قوي اللي هم بقى الشباب اللي في الحي بقى اكتف ايه ويجي يعني في مرة وانا في الراوند بتاعت البداية كان انا بس ناري كويت من الثاني الثاني حلو كده ومستحق كويت وبعدين قال بقى ايه انا بص الصبح عندي ديفكولتي في الديلينيشن عندي لما بجي اعمل طريق في حلقان وفي نقطة أول ما أصحى الصبح ينزل مني نقطة طبيب كان بقى كانت الكلمة بقى اللي هي الكي ورد لونها طبيب لونه زرد أو أخضر طبيب حقيقي على طول بتعرف تطلع عندها لما تجيب فليك من خلال الفليك وإلا هيفضل مهما قعدت مش الحل تقول له إن أنت صلي وصوم مهما لو اندلعت ولا هيصلي ولا هيصوم يعني هو مخه إن هو كانت السكة دي فيديو فيديو بعد كده اعمله وقت مفيش مشكله لكن سواء بقى تقول له كلام غير ما كانش عارف انت اهم حاجه فيديو لان هو عباره عن كلمه انت فاكرها كده اي حد لو هو متجوز كمان بالراس والعين او اي حد تاني في الكود اللي هم لعبوه هو يعيده على فكره الكلام ده عندنا في مصر امبارح بنشوف الجروب ده موجود عندنا والدواء كان جروب مصري للطعام كمان خالص فسالوني طبعا وكان هي بقى تكنيكه وحيده الكتاب دول كان بيعملوهم تيست كان بيعملوهم بيعملوهم بقى كل شويه يتاخد منهم سبيسمن تمام يتاخد منهم سبيسمن ونشوف هل عندهم اي تيست ولا واللي هتتعمل ولا لا ممنوع تعملي الحاجات والوحشه ديت انت بتتعالجي وكده فايه فكان فاير كنترول دلوقتي دلوقتي طبعا ومطورين ان احنا نبقى ضابط وطبعا طبعا في ناس بتبقى اقصد يعني كتير ابدا يا الهوائل قبل الكلام هناك كان فيه جنود كده ارحموا الولايات الحمراء معرفش دول كانت مريض معروفه يعني بالظبط الحاجات دي فاذا كنتم بصوا تخيل حاجه المفروض ما تقابل ما نعرفش ان كان ان احنا نتكلم عنها ميديكال وكتاب الميديكال ولا ايه؟ فاذا الناس دي لما تتعالج صح احسن ما نسيبها جوه كامل ترانسميشن يعني وقت دلوقتي متاكد يعني انا اللي بيجي لي عنده كلوريا وقتها كان هو عنده التعليم هو اذا كان عنده كلوريا هو اكثر ممكن يبقى عنده كلوريا يبقى عنده اذا كان عنده كلوريا يبقى 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 وهم عندهم بقى الطيار بتسمي قوي جدا يعني الطيار بس لغايه دلوقتي عندهم اللي هي الستات اللي بيمارسوا المهنه دي لايسنس وبيعدي عليهم دكاتره المهنه ياخدوا منهم سواد ويشوف بقى هم عندها ديزيز ولا لا ولو هي عندها مشكله لازم تتعالج. ما يا جماعه عشان نحل المشكله لازم نواجهها ما عمش الفساد اقول لا الا احنا لا احنا كل الناس كل بلاد الدنيا فيها الناس دي مثل حالهم دول فاذا
الراجل طبعا ده أبسط حاجة زي الجولو ليه دي أبسط حاجة أنا عمري ما انساها وكان الجولو جنب هو يبدأ في كيس هيخف فلما يفضل بالترانسميتر انفكشن هو دي تقول له بص آخر قولي له بص تجيب له كيس ها؟ هو انتبه ان هو محمود بيسأل سؤال ده جميل بيقول لك طلع يخلي منه مين فكار وجولو ليه قال انا منك يا محمود لا سؤال انت دكتور لو هم علينا الفرصة او علينا الفرصة طب حد يرد على سؤال انت واحدة واحدة على الجيران الثانية يعني جيران الثانية ده سؤالك ده انا هقولها من اول لحظة محمود الراجل ده هو جاي وبيخش وعنده السيوم ده براس السيوم ده وقال لي يا راجل مختلف طيب بتعمل بكتيريا من الجاي
اسمها الاتحادي. وانت رايح تعمل عمره او حلم لازم تبقى محقق ثلاث ثلاث اي حاجه تحب جرام انفكشن تاخد بالك منها لان دي مثلا واحد يشوف مثلا لو حد قال لك مثلا كتاك كتير من عايز تسامح هبطل خمس كتير لكن تقدر توقف نفسك تقدر توقف فهي دي فعلا تاخدها كلها هي ايه؟ فعلا التكتيك بتاعها ده تكون انت الثاني. مين عنده كده؟ بيكون منزايتس بس 80% بيحصل بالنايتريا من جديد. زي ما قلنا دي الفيريلانس فاكتور بتاعتها. عندي انواع كتير الحقيقه اكوردنج للبوليسكرايد بتاعها. وكل حته معينه يعني البكتيريا اللي عندنا اللي في الميدل ايست بيختلف عن البكتيريا بتاع اوروبا بيختلف عن اكوردنج لانهي بريدوميننت سترين موجود في المكان ده. فهنا بقول لك according to Kepler Borsikarai engine the meningococci classified into 13 groups most important A, B, C, Y, W 135 دول اهم حاجة بنحطهم في الفاكسين.
جروب A و C epidemic of meningitis while group D affected with sporadic. يبقى A و C دول أهم حاجة بيعملوا إيه meningitis. وجروب A أكتر حاجة في مصر أو في آسيا. العيان ده هيجي إزاي؟ لمبر فيرتيفي اهي بوصة الفاينال فلويد اهو دي السيرنج هنا بدخلها بين 4 و 5 وفوق اكس كواكينج بوزيشن اللي هو زي اللي هو كده كواكينج بوزيشن ليه بقى عشان طب ليه؟
انتراكشن ما بين اللمبر فيرتبري بتدخل باب السيرنج دي وهي يعني ستيرايل. بعدين بعمل بسبغ بينزل الفلويد حتى من وانت بتاخد العينه بتعرف بتبتدي ولا لا. انت لسه بتدخل فيها تلاقي جرح وفلويد نازل جاس بسرعه فظيعه جدا تبص تلاقيه تبدل بقى جرح سيرفيس بس ما تقدرش تعمل هنا لو هو في من مواد سيرفيس اللي هو جرح كتير اندر بريشر او اندر تنشن هيبقى ممكن يبقى فهنا بتقول لي ان التنشن انتر ديو تو لارج نمبر اوف باست سيلز عندي لارج نمبر اوف باست سيلز وهي السلايد زي ما قلت لك ايه السلايد لو طلعت المنظر ده بعد ما خلص لازم ابدا في ايه تاني بقى ممكن باكد بعد كده بايه بالبايوكيميكال رياكشن اللي هي اوكسيديتيف باسيف بالسترولوجي بالبروتين اعمل بقى اي حاجه ثانيه لاتكس اجلوتينيشن بي سي ار بلاد كالتشر وكده. طب انا بقول لك ان ممكن الاقي الحاله دي في كارير داخل الكارير ده وهعمله سيس. لا طبعا هو الكارير الاورجانيك في كيس النيل فاري فياخد نيل فارنجيا ريكويست واخد عينه واجرعها الاقيها موجوده. البروفيلاكسيس ده سؤال مهم. البروفيلاكسيس يعني ايه بعالجه او مش بعالجه بأفويد ناس عندهم حالة. ده سؤال ام سي كيو كمان او ممكن لو انا جبت كيس ناجح اقول لك الكارير ده انا عارفه ازاي او الكونتاكت بتوع العيان ده عندهم ايه؟ فانت هديهم سنتين لكن الكونتاكت بديهم رقم 200 مللي جرام في الكوريا. كويس وكده خلاص؟ وبديهم كمان وبديهم الريتم 200 عشان لو في حد بيتلكك كده ولا يبقى هقتل الاورجانيزم واديهم كمان ايه الباكتين عباره عن نوت ايه وفي مبارك ده في 125 والباكتين ده وان بلد لمده 5 سنين وهو متخذ لوندو سبستانسي تريتمنت اما اقول لك تريتمنت وفاكيه تريتمنت في برنسل الحقيقه هو كان ماجيك بس لو هو ما اداش نتيجه لهذه الخمس فورم زي سيف تراك 2 كده. انا خلصت الايه ماشيير. كل اورجانيزم بناخده من فضلك تبقى واخد بالك من الكيس سيناريو بتاع حاله زي دي ممكن تكون ازاي. خلاص يبقى احنا كده خلصنا كل الكوكاي جرام بس الكوكاي وجرام نابض الكوكاي. نمسكه كده طيب هنبدا بقى جرام بس باك اللارج. يبقى خدنا جرام نيجاتيف جرام بوستيف كوكاي وجرام نيجاتيف كوكاي هناخد بقى الجرام بوستيف باسلاي. الجرام بوستيف باسلاي اشهر حاجه بناخدها البكتيريا. البكتيريا كوراين بكتيريوم ديفتيريا كوراين بكتيريوم ديفتيريا ودي هاي باثوجين. اول النور الجرام Huh?
ايوه طبعا. ما عمرك ما تشوفها ليه؟ كوكار ليه؟ خلاص خلاص عليها العدد عدنان الهدف اللي انت تسمع عن حد قاله. طيب انا عايز السلايد دي السلايد بتاعت الديسكليمر، حد كده يقول لي ايه رايك فيه؟ لو انت حطيتها حد يتفق معاك لو يتفق معاك ايه جرام فوكس بس ايه رايك في الرينج دي؟ طيب دي اساسا الرينج الرينج نوعية كلامين ثلاثة بديل الرينج فعلا احنا متعودين يا اما كلاسيك يا اما كلين يا اما الاثنين اثنين بيبيو. لا هنا ما خدش كده، هنا ما خدش سبيشال الرينج بالعكس هي بيبيو عليها كلامين ثلاثة بديل ليه كلامين ثلاثة بديل يعني زي التخبيط زي بس اللايف وما خدش سبيشال ابدا موجودة في بقى بنت عمها اسمها ديستيرويد هي اسمها ديستيريا فاكوزينيك فريد اسمه ديستيريا بنت عمها اللي هي نعم فاكوزينيك ديستيرويد ايضا يعني ديستيريا ديستيرويد يمكن ليها ضغط نمبر فلورا حتى في الارض ممكن يعني وممكن يعني في الرسالات البلاك في الوزاينة في الانتيريا للرسالة وبرضو بنت عمها بقى لا ده ليها سبيشال ارينج. اما عارفين الصفات الكليتين ده مثال احنا عارفين الصفات الكليتين المفروض ده يبقى ثلاثات اربعات جنب بعض فور كده ها؟ يعني عارفين الصفات المكسره كده زمان؟ طيب بتزرع على ايه؟ عارفين اللوكال سيرم؟ بتزرع على اللوكال سيرم وهي ارابيك وبتزرع على اللوكال سيرم او على بلاد الجار اللي انا حاطط عليه التاج في الرايت في الحالة دي اسمه بلاد الرايت. حد زمان كان يجي يقول لي ايه معقولة تبنى بلاد الرايت انا مظبط اقول لا بلاد الجار ولا بلاد الرايت انا قلت لك طبق مش مجموعة عليه حاجة مفيش حاجة بلاد الرايت لان لو هو اللي قدامنا طب هو مش عليه المطر ولا تفر بس مش لو انا عايز اقول له عايزاك تقول لي ده نفس الدرايف اللي جايب لك عليه عجيب لك الطبق ده ومزروع عليه بكتيريا وعامله بلاك كولي وهي بتبقى مصداقه بالكالسيوم كلوراي ومصداقه بالكالسيوم حاجه انت فاهم معايا ليه انا حطيت الكالسيوم على البلاك انا باخد الكالسيوم دي كامل كيلو نمبرين على الكونسل احنا مين اللي كان بتاع اصلا حاجه تعمل الكالسيوم على الكونسل طيبين فانا بحط على الطبق ده وانا انا لقيت ميمبرين ده ليها تيست مان ورقه دي كنا بنقول بقول لك ان في ميمبرين على الطبق جيت وعندي ميمبرين لو انا سويت ميمبرين جديده وبيرجع طيب خدتها بقى لو فيها ضغط درايف ازاي البلاك كولي انا حطيت ليها على الضغط ده سكند درايف عشان نوضح ايه؟ كومنتز الناريا اور كاب سكرين تلات بلد نيوتن تلات بلد نيوتن وخمسمية حاجة لو انا حط دراع على بلاك دراع عادي هيطلع كل الحاجات دي تفصيل دي نيوتن يعني ده بلاك ده تكراي ده مثلاك الميديا فوق الكتيريا بيكتب اي حاجة منه بيرجع ليه هي بترجع ليه بلاك كومنت او دراع ممكن تصير اللي انتوا عارفينه الانتزاج ده اللي فيها السلو جاز معقول اللي هو فار دايما شايفين جرام بارتر جاز وليها تلميذ داتا ابيرنس تخابيط كده وهتلاقي فيها منفوخه من جنبين كده زي الكلاب عامله زي مثلا كده والنفخه دي عباره عن جرانيول اسمها ميتا كروماتيك بوليتين جرانيول كان لما احنا قلنا كان عندنا تيست كده النمط دي اسمه ايه؟ اريك تيست فين اريك تيست؟ طب كان نوع ايه؟ من نوع الاريك تيست ده
لو انا لقيت الخلايا لازم تبقى اوكسجينيك، لو لقيت الخلايا لسه فايروس يبقى نون اوكسجينيك.
او بعمل الايزا تيست باخد السترين واشوف هو بيطلع توكسين ولا لا، او بعمله بالايه بالالايزا تيست او بالدي سي ار. تنسلى البكتيريا دايما تتاكد من برين. اما انا كنت شفت في الاكيوب كوليتر او السنسلايت اللي بنعملها طبعا و adherent to the membrane on the tonsils و كمان respiratory obstruction and suffocation. membrane لو تاب هيعمل suffocation معيني. اولا في سؤال برضه او في حاجة ضمانة كده، ولا treatment of bacteria here. ايه treatment of bacteria here بتعمل ايه؟ ايه حاجة؟ اولا large version من toxin اللي قاعد في الكلام انتوكسن. ايه Thank you.
وبعد كده اخذ